السلام الاخوان، حنا رجعنا لكم في حلقه جديده من برنامج عندي ليك. نبداو باول فقره. فقرة اخبار كما كتعرفوا نهضروا على الاخبار الشائعه سواء وطنيه او العالميه. اول خبر عندنا في هذه الحلقه هو خبر الطفله مريم امجون. مريم امجون طفله عندها 9 سنين من مدينه تونس المغربيه، فازت في المسابقه التي تقام في الامارات اللي كتسمى مسابقه تحدي القراءه العربي. فازت المرتبه الاولى في تحدي القراءه باللغه العربيه ما بين 10 الملايين واحد. عرفتي شنو هي 10 المليون واحد؟ وانت تجي في المرتبه الاولى و144 دوله وجاتي في المرتبه الاولى. اذا فخر لنا حنا المغاربه. وما عجبنيش في هذا الشيء والاعلام ديالنا اعلام مغربي، عطاوها واحد النهار ولا يومين هضروا عليها، ولكن من بعد صافي اختفت. في الوقت اللي كنشوفوا فاش كتكون شي فضيحه ديال الاغتصاب ولا شي حمادي ولا شي حاجه، راه كتبقى واحد الشهر ولا شهرين وهي كتتعاود كتكرر. ولكن من حاجه مزيانه وحاجه اللي يستافدوا منها بزاف ديال الاطفال واللي ياخذوها قدوه ديالهم دازت دغيا مرور الكرام. المهم بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع فيديو لهاد الطفله مريم امجور وندوز الخبر الثاني. الفائز بالمركز الأول على مستوى المملكة المغربية الطالبة مريم حسن أمجور. أنا فرحة ولكنني أشعر بالأسف من أجل أصدقائي. هذا التتويج يعني للكثير، فهو فهو تتويج لأسرتي وعائلتي ومدرستي ومشرفي. الخبر الثاني هو يجيكم خبر غريب شوية. تصوروا معايا واحد يرفع دعوة على السلطات باش يبدلوا له العمر ديالو. هو في عمره 69 عام، هذا راجل هولندي في عمره 69 عام، دوز واحد تيست عند الطبيب، قالوا له انت الجسم ديالك قل من العمر ديالك بشي 20 عام. هو اللي راه في باله خرج مشانيش للمحكمة رفع دعوة باش يبدل العمر ديالو من 69 عام ل 49 عام. والمحكمة ما لقاتش شي مبرر او لبند اللي هو ضد هاد الدعوة، لذلك قررت تسمح له برفع الدعوة، ومن دابا 4 سيمانات اخرج حكم في الدعوة ديالها. نرجعوا للمغرب عاوتاني. المغرب كما كتشوفوا في هاد الايامات كاين مظاهرات بزاف كيديروها التلاميذ بخصوص هاد الساعة اللي زادو، الساعة الجديدة بغينا نرجعوها، الساعة غرينيتش. هاد المظاهرات اللي كدار في المغرب كامل تقريبا، ماشي في المدارس كامل، كاين مدرسة اللي كديرها مدرسة لا، ولكن اللي كيهمنا هو في المغرب كامل، يعني مظاهرات وطنية. وهاد المظاهرات نشوفو في المستقبل واش تجيب الأكل ديالها ولا لا. ولكن اللي جيت نهضر لكم اللي معجبنيش في هاد الشيء هو كاينين شي صحافة اللي كركبو على الموجة بواحد الشكل اللي ما عندهمش شي فايدة، بحال هاد الصورة هادي. هاد الصورة هادي كما شفتو واحد الجريدة الإلكترونية حطاتها على أساس بأنه الشرطة كتعتدي على الطفل اللي هو كيتظاهر في المظاهرات اللي كيطالب بإعادة الساعة. ولكن كما كتشوفو الزي ديال الشرطة هو زي قديم مبقاش دابا كيتستعمل، إذا هادي صورة قديمة وجابوها دابا لصقوها دابا وعطاوها عنوان جديد وعطاوها قضية جديدة. علاش؟ هذا السؤال، علاش؟ شنو يستافدو من هادشي من غير خلق الفتنة؟ شي زيادة على الفيديوهات اللي كيروجو بانه ديال التلاميذ اللي دايرين مظاهرات هما فيديوهات قدام. هادشي اللي كان في فقره الاخبار. دابا ندوزو نيشان الفقره الثانيه. فقره افلام. الفيلم اللي نهضروا عليه في الحلقه هو فيلم بيبي درايفر. هاد الفيلم يمكن نحطوه في جميع التصنيفات: اثاره، دراما، اكشن، سباق، كوميديا، رومانسي، جميع التصنيفات يمكن نحطو في هذا الفيلم. هذا القصه ديال الفيلم كدور على واحد الشاب سميتو بيبي، شاب صغير في العمر، الوجه ديالو فيه البراءه ولكن في نفس الوقت خدام مع العصابه. شنو الوظيفه ديالو في هذه العصابه؟ اولا في هذه العصابه في كل عمل اللي كيقوموا بها كتبدل العصابه كامله، الافراد العصابه كيتبدلوا كاملين من غير الشاب لحقاش هو اللي كيوجد المخططات ومن غير هذا الشاب اللي كتكون بيبي. هاد الشاب بيبي شنو الوظيفه ديالو في هاد العصابه؟ من بعد ما كيساليو العمليه هو اللي كيقوم بالتهريب ديالهم عن طريق الطوموبيل، هو شيفور واعر. ولكن اللي شفتكم بزاف في الفيلم هو الكاريزما ديال هاد الشاب، ما كيهضرش بزاف، ساكت،
ديما لي زيكوتور في ودلو خدم الموسيقى، ديما ما كيهضرش لي زيكوتور خدم موسيقى وساكت، ما كيتهضر معاه ما يديهاش فيك، هو داير الموسيقى وكيقوم بالعمل ديالو وصافي. من بعد ما كيسالي العمل ديالو كيقوم بالحياة ديالو عادية كأنه شاب. ولكن في الجزء الثاني ديال الفيلم، ماشي الجزء الثاني اللي زعما خرج من بعد، في نفس الفيلم غير يمكن نقولوا في القناة الثانية ديال الفيلم، كيتعرف على واحد البنت في واحد المحل. هاد البنت كيتخبى وياها في علاقة حب أو علاقة غرامية، اللي من بعد كيقرب يقدر يتخلى على العمل ديالو ويعيش مع داك البنت. ولكن كما كتعرفوا العصابات ماشي أجي وخرج، إذا كيبقاو تابعينو وكيولي هو كونتر العصابات وكيولي هادي هي القصة ديال الفيلم. نخليكم مع مشاهد من هاد الفيلم ونتمنى يعجبكم. What is your name? Baby. Your name's Baby. B-A-B-Y, baby. That's what makes him the best. One more job and I'm done. One more job. بعد ما شفنا مشاهد من الفيلم ندوزو للفقرة الثالثة. التطبيق الاول اللي نبداو فيه في هذه الفقره هو التطبيق فيه بزاف ديال القنوات المغربيه، ماشي بزاف يعني جميع القنوات المغربيه اللي كاينين، والتطبيق كاينين بزاف في بلاي ستور، ولكن كتلقاهم كلهم خاسرين، كلهم ما خدامينش، كلهم كذوب، ولكن هذا التطبيق خدام. جربته انا 100% خدام، تجري بالتجربه راه خدام 100%. خليكم ليا في الديسكريبسيون اللي بغى يدخل. التطبيق الثاني اللي عندنا في هذه الحلقه هو تطبيق زيتش، تطبيق اللي معروف عالميا، وبصراحة تطبيق رائع بزاف، وتطبيق كيعطيك بزاف ديال الخلفيات بدقة عالية بجودة عالية، خلفيات كيعطيك رنات موسيقية، رنات عالمية منهم الأغاني اللي مشهورين عالميا على شكل رنات، كيعطيك رنات ديال الميساجات، كيعطيك رنات اللي يمكن ديرهم الناس اللي كتعرف البيرسون، المهم كيعطيك بزاف الإعدادات اللي يمكن لك الناس اللي كيبغيو ساعة ساعة يموديفيو في اعدادات ديال التليفون ديالو. هذا التطبيق يعجبكم بزاف، نتمنى ينال اعجابكم، حتى هو اللي ديالو فاسقه في الديسكريبسيون. وصلنا لنهايه الحلقه اليوم، نتمنى نكون خفيف على القلوب ديالكم، ونتمنى الحلقه تكون نالت اعجابكم. وما تنساوش الناس الجداد زر ابوني، الناس القدام اللي متابعيني شكرا بزاف، وضغطوا على زر الاعجاب وبارطاج، شاركوا مع الصحاب ديالكم، والحلقه الجايه ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. وباي باي خويا اختي، شكرا على المشاهده ديالكم، ولا كنتي اول مره كتابعني ما تنساش الاعجاب بالفيديو، وما تنساش الاشتراك.